مجيد سيظل راسخا طالما تبقى الحياة. الذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954. السلام عليكم. 1 2 3 فيفا افريكا. فيفا الجزائر. ويتفضل معنا الآن سيداتي وسادتي السيد مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. فتحية تقدير للشباب الإفريقي الحاضر معنا في الجزائر. الجزائر تاريخها معروف، والجزائر بلد عظيم. 55 دولة إفريقية حاضرة معنا هنا هذا الحدث، وعلى رأسه الإرادة السياسية العليا في الجزائر التي رحبت بهذا الحدث، سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون للشباب الجزائري. ستكون إقامة طيبة لجميع الوفود التي حضرت معنا. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الحدث. تحيا الجزائر، تحيا إفريقيا، فيفا ألجيريا، فيفا أفريقيا. محمد بالحسين Commissioner of the African Union in charge of Education, Science, Technology and Innovation. Good morning, sir. نتذكر أن الشباب ليسوا مجرد مستقبل إفريقيا، بل هم حاضر إفريقيا. إنهم مبدعون، إنهم مبتكرون، إنهم محللون المشاكل والدعاة. أتمنى لكم جميعاً يوم شباب إفريقي سعيد. تحيا إفريقيا، تحيا الشباب الإفريقي، فيفا أفريكا. 1 2 3. ويتفضل معنا السيد والي ولاية وحران السيد سعيد سعيود لإلقاء كلمته. أبناء إفريقيا مفخرة لإفريقيا في حد ذاتها. أبناء وبنات إفريقيا غيروا الواقع بأيديهم. اليوم نحن نغزو هذه الدول التي غزتنا. تحيا أفريقيا، ويحيا أولاد أفريقيا وبنات أفريقيا. والآن سيداتي وسادتي، وللإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنتدى الإفريقي للشباب، يتفضل معنا السيد عبد الرحمن حماد وزير الشباب والرياضة، ممثلاً عن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. إن لقاءنا اليوم يحمل دلالات خاصة، حيث يتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى 70 للثورة التحريرية المجيدة، واحتفائنا باليوم الإفريقي للشباب. السادة الكرام، ضيوفنا الأعزاء، شباب إفريقيا الواعي، أود في مستهل كلمتي ونيابة عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن أرحب بضيوف الجزائر الكرام وكافة المشاركين في افتتاح منتدى الشباب الإفريقي في طبعته الرابعة. رح يبدأ العرض بفيلم قصير من إبداع يوسف بنتيس تحت عنوان The African Leaders. Look at the world around you. Africa cannot tolerate emptiness. Every time you become attached to something, you chase after it. Persistently trying to catch it, only for it to slip away, leaving you standing in place. It's a continent that teaches you patience. It is a land that makes you reflect on its meanings, search for new spaces, seek a supportive environment to overcome that emptiness. We may lose connection with authentic things, only for innovative things to take their place. As long as we remain in this life, we continue to discover our senses,
keep pace with our emotions, and strive to leave our mark. We fall in love with some people, get affected by them, and by the details that define them. Then we come to accept that we will only ever be versions of ourselves. We will offer the best we have. Imitate our mark and our ideas. We were born from the womb of experiences that's going to rise us up to the top. Souls rise. Success will know the way to us. Because we are Africans. ابنتي بل ابنتي ألم ترونها ابنتنا ألم ترونها كيف لي ألا أرى وأنا من مشطت شعرها وألبست ثوبها أنا من حملتها 9 أشهر وأنا من علمتها كيف تكون إفريقية حرة
تعبت وأنا سهرت، أنت أعطيتها الأمان وأنا أعطيتها الحنان. فلتكن تنهنان اليوم والغد، تنهنان 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 تنهنان. سميني صوبني وزدينا وبني، قولوا لها جاوبني حكاية بينا وبني، شوفوا شوفوا حالي لا بيها بوهالي، قولوا لها جاوبني حكاية بينا وبني. استثنى الهي تجاتي كراس انو الهي تدرهقت وردو بغنك يبنيه اسنك يبنيه، استثنى الهي تجاتي كراس انو الهي تدرهقت وردو بغنك يبنيه عشان اجا اقولهن انت ارهيت. لكل الفنانين الجزائريين اللي شفناهم ميرسي بوكو، يعطيك صحة كادر تنهانين وشمس وفريكلان وكامل الفنانين اللي رافقوهم في هذا التابلو الفني الرائع في هذا اليوم الرائع ايضا اللي يجمعنا اليوم في وهران في الجزائر في هذا الفاتح من شهر نوفمبر 2024.